هي صناعات غذائية وتغذية. تفضل مهندس. معك. الدورة كثير حلوة راح تكون إن شاء الله رب العالمين، نحكي فيها عن موضوع التسممات الغذائية والأمراض اللي منقولة بالغذاء. والشيء المهم إنه الجملتين هذول هم مرتبطات مع بعضهم البعض. الدليل على ذلك إنه الأمراض المنقولة بالغذاء هي ما تسبب التسمم للشخص اللي بيوصله المرض. فالجمل هاي مترابطة مع بعضها البعض. كما يعرف عندنا المرض المنقول بالغذاء هو المرض الناتج عن تناول غذاء ملوث بكتيريا طبعا أو فيروسيا أو طفيليا أو فطريا، يعني المايكرو أورجانيزم، بالإضافة إلى أنه ممكن يكون عندنا فيه تسمم كيماوي أو تسمم طبيعي أو تسمم حيوي. هذه كلها ممكن تؤدي إلى حدوث تسمم عندنا عن طريق الغذاء. وفقا للتقديرات العالمية الصادرة عن المجموعة المرجعية لأوبئة أعباء الأمراض المنقولة بالغذاء التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للمواد الغير غذائية أو الغذائية عفوا غير الآمنة التي تحتوي على البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو مواد كيماوية أن تسبب أكثر من 200 مرض مختلف، من الإسهال إلى السرطان، كل هذا عن طريق الغذاء. لو ننتقل الآن للسلايد رقم 11. هلا بيحكوا لي إنه ما في صوت؟ لا الصوت أتوقع واضح صح؟ الصوت واضح بس زملائنا في بآخر الزوم من تحت ديل إن، بمعنى تدخل على رابط الزوم، لأنه الزملاء اللي بيسألوا عن الصوت وإنه ما في صوت هم أصلا مش مفعلين المايك. طيب لا خليك على نفس السلايد هذا صح؟ لا رقم 12. 12 اوكي. يس. تم التعاون ما بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة بإصدار دليل خاص بالتعامل مع فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء. لضرورة هذا الموضوع عرفنا في كثير تعريفات بتبين لنا ايش يعني فاشيه المرض، ايش هي الامراض اللي راح تنتقل عن طريق الغذاء، ايش المسببات اللي ممكن تنتقل فيها الامراض عن طريق الغذاء، متى احنا كمفتشين بالمؤسسه العامه للغذاء والدواء نقوم بالعمل او نقوم بتعريف هذا المخطر اللي صار عندي على انه فاشيه، كيف نتعامل معه، ايش الاجراءات اللي بتصير على المكان اللي صار فيه فاشية مرض منقول بالغذاء، وإيش الإجراءات التصحيحية اللي ممكن إنه المكان هذا اللي صار فيه المشكلة إيش اللي لازم يعملها عشان إحنا نقدر نكمل مع أو نمنع وصول هذا المرض لناس ثانية. فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء هي بتعريفها بهذا الدليل هي وقوع حالتين أو أكثر من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء تنتج عن تناول نفس المادة الغذائية. يعني في حال ورود شكوى للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أو لوزارة الصحة بأنه في شخص صار عنده أعراض لتسمم غذائي بسبب تناوله نوع معين من الطعام، وجاءني شخص آخر حكى عن نفس الموضوع ونفس نوع الطعام ونفس الأعراض، هنا إحنا بنتأكد أنه في عندنا شيء اسمه فاشية، يعني تسمم بسبب مرض منقول عن طريق هذا النوع من الطعام. وممكن انه الفاشية هاي تزيد عندي في حال ارتفاع اعداد حالات المسجلة لهذا المرض المنقول عن الغذاء بحيث يفوق عدد الحالات المتوقعة من خلال برامج الرصد الأمراض السارية المعروفة لدينا. تقرير الحوادث والشكاوى الأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2020، طبعاً إحنا كنا شغالين على هذا الموضوع منذ تأسس المؤسسة العامة للغذاء والدواء من عام 2003، وتم العمل فيها بعمليات التفتيش والرقابة منذ عام 2005. ب 2015 المؤسسة العامة للغذاء والدواء بواسطة مديرية الغذاء فيها
قدمت تقريرا وصفيا لحوادث الأمراض المنقولة بالغذاء، بحيث تم تصنيف الحوادث بحسب المكان، السنة، الجهة التي قامت على موضوع الاستقصاء الغذائي اللي راح نحكي عنه بعدين، إيش العينات اللي خالفت، إيش الميكروبات اللي تم عزلها داخل المادة الغذائية. هذا الكلام كله راح نحكيه بعدين، بس إحنا موضوعنا يكون تاريخي بأنه من 2015 تم العمل على هذا الموضوع. لو نشوف بالسلايد على رقم 16 كيف المنحنى، رقم 16 كيف المنحنى الحمد لله رب العالمين انخفض من سنة 2008 لعام 2020. كيف توزعت الأمراض المنقولة بالغذاء المسجلة في وزارة الصحة. السلايد اللي بعده كيف حوادث الأمراض المنقولة بالغذاء ما بين الفترة من 2008 ل 2020 حسب مصادر المواد الغذائية. راح نشوف انه اللون الازرق هو مطعم، واللون الاخضر هو المنزل، واللون النيلي هذا او اللون الثالث اللي هو من مواقع ومناطق اخرى غير المطاعم والمنازل. راح نشوف انه من 76% تقريبا الى 82% من حوادث التسمم بيكون مصدرها المنزل، وراح نشوف التفاوت فيها بأعدادها. نحكي بشكل عام الآن شو اللي عم بيصير عندنا. بيصير عندنا زي ما حكينا إنه في عندنا شخص أو اثنين أو أكثر بيشتكوا على إنه عندنا أعراض تسمم غذائي من مادة غذائية معينة من مكان معين. بداية قبل ما نقوم بعملية الاستقصاء الغذائي، تقوم وزارة الصحة مشكورة بالقيام بعملية الاستقصاء الوبائي وكتابة تقرير بواقع الحال الحاصل لديهم بأنه في عندنا عدد معين من الإصابات تظهر عليهم أعراض التسمم الغذائي، راح نحكي عنها بعدين ونحكي شو هي أعراض التسمم، من مكان واحد من طعام واحد. بناء على هذا التقرير الصادر عن الاستقصاء الوبائي الذي تقوم به وزارة الصحة، يتم التبليغ لضابط الارتباط الموجود بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء بوجود حالات تسمم غذائي. تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الفور بالقيام بعملية الاستقصاء الغذائي لبيان أسباب التسمم واحتواء التسمم ومنع زيادة أعداد الحالات بخطوات رئيسية نستجيب فيها فورا لهذه الحوادث. على سلايد رقم 18 راح نلاحظ انه اول خطوة هو الاستجابة لبلاغ رسمي عن طريق تفعيل فريق الاستقصاء الغذائي والتواصل مع فريق الاستقصاء الوبائي في وزارة الصحة لجمع المعلومات عنه. 2 تحضير مستلزمات العمل الميداني اللي بنقوم فيها احنا كمفتشين، قسم الحركة، عدد المفتشين اللي بدهم يروحوا يشوفوا ويعملوا الاستقصاء الغذائي، أدوات جمع العينات، الإجراءات اللي ممكن تتم على المكان اللي صار فيه عندنا مشكلة وفاشية مرض، هذا كله بنحضره بالخطوة الثانية. الخطوة الثالثة إذا كان المكان هو عبارة عن منشأة غذائية نعمل عليها كشف موجه. يعني كشف موجه إحنا نتعامل مع شخص مسؤول داخل هذه المؤسسة الغذائية، بنشوف العاملين فيها، نشوف المواد الغذائية، أماكن تحضير الطعام، أماكن البيع، أماكن التداول بشكل عام. والتداول على فكرة كلمة تعرف حسب قانون الغذاء، التداول هو أي مكان يتم فيه عرض أو بيع أو تحضير أو نقل أو تخزين
أوهبة للمادة الغذائية. يعني أي مكان يتم فيه التعامل مع المادة الغذائية يقصد به تداول المادة الغذائية. النقطة الرابعة هي الإجراءات الاحترازية اللي إحنا لازم نعملها، اللي هي إتلاف جميع المواد الغذائية اللي موجودة داخل هذه المنشأة، إيقاف المنشأة الغذائية عن العمل بجميع خطوطها أو إغلاقها بالشمع الأحمر لحين ظهور النتائج المخبرية. بعدين إذا في عندي مواد أولية ممكن أنا بالاستقصاء الغذائي أكون شكيت إنه ممكن تكون هي سبب، لازم أعمل تتبع فوري لهذه المواد الغذائية والتحفظ عليها داخل السوق المحلي. النقطة الخامسة اللي هي عملية التواصل، يعني إعداد التقارير، تبليغ الجهات المعنية، المعنى بوزارة الصحة، الإدارة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإجراءات التي تمت، ونعمل إحنا دائما ورشات توعية وبروشورات نوعي فيها المستهلك، سواء كانت عن طريق اللي هي هيئة المرئي والمسموع، عن طريق التلفزيون والراديو، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك المؤسسة، يعني بيكون في عندنا رسائل توعوية وتوجيهية لهذا الموضوع. سلايد 20 ألا في عندنا نوعين من أنواع التفتيش على المؤسسات الغذائية داخل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. في عندنا إشي اسمه تفتيش روتيني، وهذا التفتيش اللي إحنا بنقوم فيه بطبيعة عملنا الحالي، وفي عندنا التفتيش الثاني اللي هو تفتيش الاستقصاء الغذائي. التفتيش الروتيني أنا بزور المؤسسة الغذائية من قبل كوادرنا سواء بمديرياتنا المختلفة، بتفويض رسمي من المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كونه إحنا كمفتشين نحمل صفة الضابطية العدلية. نستهدف بهذا الكشف الروتيني فقط أن المؤسسة الغذائية تطبق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أم لا، وفي حال عدم تطبيق الاشتراطات والتعليمات تنبيه المؤسسة الغذائية للأخطاء اللي موجودة فيها لتصويب أوضاعها. لكن بتفتيش الاستقصاء الغذائي بيكون التفتيش موجه لهدف معين. يعني أنا بالتفتيش الروتيني زي ما حكينا بيهمني الاشتراطات والتعليمات، لكن بالتفتيش الاستقصاء الغذائي لازم يكون عندي فريق مختص نكتشف فيه اللي هي المسبب للفاشية عندي، المسبب للمرض. يعني أنا ما بدي أكشف على المادة الغذائية سارية المفعول من تاريخ من حيث تاريخ الصلاحية ولا لا، لا أنا بدي أكشف هل هناك مسبب للمرض أم لا، وبناء على ذلك أنا بقوم بالإجراءات اللي حكينا عنها بالخطوات الخمسة السابقة اللي هو السلايد اللي بعده. ألا معي؟ أمهم بسمعك. بس السلايد اللي بعده عشان الزملاء يشوفوا إيش يعني استقصاء غذائي. نونو أيوة الاستقصاء الغذائي. هاي هو الاستقصاء الغذائي، هي الإجراءات اللي بيقوم فيها فريق مختص طبعا زي ما حكينا بتحديد مسبب الفاشية من خلال هذا الكشف. السلايد اللي بعده بيحكي لنا عن فروقات، احنا راح نشوف اكثر من سلايد لفروقات ما بين شو يعني تفتيش روتيني وشو يعني تفتيش استقصاء غذائي. التفتيش الروتيني حكينا بشكل عام بانه انا بتاكد من اشتراطات وتعليمات المنشأة الغذائية هل هي كما صدرت عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ام لا، نستهدف فيها البنية التحتية للمؤسسة الغذائية، نستهدف فيها العاملين، نستهدف فيها المادة الغذائية، طرق الحفظ وطرق التحضير وطرق النقل وطرق العرض، نستهدف فيها وجود الموافقات والرخص. هذا كله بالتفتيش الروتيني. بس بالاستقصاء الغذائي لازم نحدد مصدر وطريقة ومدى تلوث الغذاء، يعني
هاي المادة الغذائية اللي عندي من وين ممكن تكون تلوثت، إيش الطريقة اللي وصلها مسبب المرض، أنا هل هذا الغذاء اللي موجود عندي ممكن يعمل مضاعف لأعداد الميكروبات اللي موجودة فيه أم لا أثناء عملية التداول. بعديها تحديد وتنفيذ التدخلات التصحيحية، يعني إيش أنا لازم أعمل فوراً كإجراء تصحيحي لهذا الموضوع. الفرق الثاني اللي راح أشوفه بين الكشف الروتيني والاستقصاء الغذائي أعداد المفتشين. عندي بالسلايد هنا هم 2-2 صحيح، بس عادة بفرق الاستقصاء الغذائي إحنا نتطرق إنه يكون عدد المفتشين أكثر من 3 أو لا يقل عن 3 مفتشين. الشخص اللي بيطلع يستقصي غذائياً عن فاشية مرض معين وصل للمستهلك لازم يكون حاصل على دورات خاصة بموضوع الاستقصاء الغذائي مثلكم هيك. هلا انتم عم تعرفوا شو يعني استقصاء غذائي، شو انا لازم اعمل، كل هذا راح يجينا. هاي الدورات بدها تخلي الشخص يكون متمكن من تحديد مسبب المرض، ايش كيف طريقة انتقال مسبب المرض هذا، وإيش الأعراض اللي ممكن تكون عند الشخص اللي وصله المرض، وإيش الإجراءات التصحيحية اللي إحنا لازم نعملها كمفتشين بالميدان مع المؤسسة الغذائية ومع الشخص اللي وصل عنده المرض اللي هو التسمم. كلمة مرض كل ما أحكيها هي تعني التسمم، يعني وصول المايكرو أورجانيزم إلى جسم المستهلك وظهور الأعراض عليه. لا لاحقا راح نحكي شو الأعراض وراح نحكي كل شيء. في جدول يمكن يكون شوي صعب مو ظاهر كثير ب 27 سلايد رقم 27 ما بعرف إذا الكل شايفه. هاي كثير من المواد الغذائية خاصة اللحوم والدواجن كيف احنا منتبعها من يعني زي ما بنحكيها from farm to form، يعني من المزرعة إلى المستهلك أو إلى المتداول. هذا السلايد راح يكون مشروح لاحقا، راح نحكي عنه لاحقا بيكون بشكل أوضح، راح نتجاوزه الآن. تصنيف الأمراض هذا الشيء كثير مهم اللي هو سلايد رقم 29 ألا. شايفين عندنا هذا الجدول، هذا الجدول يعني يلخص كثير من المواضيع التي تتعلق بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. اسم المرض، إيش هو العامل المسبب لهذه الأمراض، ما هي فترة الحضانة حتى ظهور الأعراض، إيش الأعراض اللي بتكون عندي، وما هي العينات اللي ممكن أخذها من المواد الغذائية. هذه كلها طبعا العينات ممكن تكون أشياء ثانية أو أكثر، بس إحنا أخذنا الحد الأعلى أو اللي بتكون بأعلى المنحنى حتى سجلناها هون. وإيش العوامل اللي ممكن المفتش أثناء عملية التفتيش والاستقصاء الغذائي يكون بيفكر فيها إنها أدت إلى حدوث هذا المرض. لاحظوا إنه الفطر السام، الفطر السام معروف موجود بيطلع بالريان، ممكن انه شخص ياكله بدون ما يعرف انه هو سام. اعراض التسمم عندي راح تكون من 30 دقيقة الى ساعتين، غثيان و فوميتنج ودياريا ومغص، الام في البطن. العين اللي انا اكيد بدي اخذها بما انه هو من الفطر السام هو من الفطر هذا، وحكينا انه الشخص ما راح ياكل هذا الفطر الا من البريه، يعني هي بده يكون شاف الفطر هذا واخذه واكله بدون ما يعرف انه فطر سام. الجاسترو اللي هي الام المعده بالذات، هاي العامل المسبب لها الباسيلوس سيريوس. الباسيلوس سيريوس هي بكتيريا متواجدة بكثرة بالبهارات،
أعراض التسمم للباسيلا السيريس بالذات راح تكون من 30 دقيقة إلى 5 ساعات. ذا سيم راح يكون في عندي غثيان وفوميتنج ودياريا. إذا بتلاحظوا العينات الغذائية اللي إحنا بناخذها، الأرز المطهو عادة بيكون في مع بهارات، الباستا اللي هي المعكرونة بأنواعها، اليختات، اليخنات، هذه مواد إحنا حكينا مش شرط تكون هي، لا بس هي، لا هي ممكن تكون أكثر من هيك بكثير، لكن هذه اللي بتكون المين والرئيسيات. من وين بدها تيجي الباسيلا السيريس؟ إيش اللي أدى إلى وصول الباسيلا السيريس للغذاء؟ البكتيريا بشكل عام الكل بيعرف، وزملائنا أنتم كمهندسين أكيد بتعرفوا، إنه هي لها سلسلة، وهذه السلسلة يجب أن تكون مترابطة حتى إنه هذه البكتيريا تصل للمستهلك. المين الرئيسيات بالسلسلة درجة الحرارة المقترنة بالسلسلة الثانية اللي هي الوقت، هذول الثنتين ما بنفرقهم عن بعض. طبعا اوريدي البكتيريا بحاجة إلى غذاء، هي موجودة بالغذاء، والبكتيريا بحاجة إلى رطوبة عالية أو مياه أو موستر اللي يسموه، بس هي بحاجة إلى رطوبة ودرجة حرارة ووقت وغذاء، هذول المين الرئيسيات، بالإضافة إلى أنه البكتيريا هذه إذا وصلت إلى العائل اللي ممكن أنه يحملها وتصير تشتغل بداخله، هنا بتكون البكتيريا بلشت تشتغل على موضوع المرض عشان تعمل الأعراض اللي ممكن تظهر عندي. أكيد بما أنه هاي السلسلة أنا عارف أنه هذه السلسلة مرتبطة عشان البكتيريا عندي يصير لها تضاعف ويصير لها توكسينز وتعمل سبورز واشياء زي هيك، هذه البكتيريا راح تكون طريقه حفظ الماده الغذائيه خطا، عشان هيك زادت اعداد البكتيريا. طريقه الطهو للماده الغذائيه او الطبخ لم تتم بدرجه حراره مناسبه وليست لوقت كافي، هذا الاشي ممكن يؤدي الى ظهور عندي بكتيريا. بالإضافة إلى أنه المادة الغذائية قبل ما أقدمها للأكل أو تكون جاهزة للأكل، أنا بحطها بدرجات حرارة عادية أو درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة قبل تقديمها، مما يؤدي إلى زيادة أعداد المايكرو أورجانيزم فيها أو البكتيريا بالذات. هذا الشيء طبعا لا يتعلق بالباسيلا سيريس أونلي، لا هو راح تشوفوه بكل أنواع البكتيريا، كونه هذه السلسلة هي عامة لكل أنواع البكتيريا. لكن بالباسيلا السيريس بالذات إذا لاحظنا إنه هي درجة حرارة ودرجة حرارة الطبخ وإنه أنا يعني بحتفظ فيها بدرجات حرارة عادية قبل تقديمها للمستهلك. الستافيلوكوكاس أريوس الستاف أظهر أعراضها بتظهر من ساعة لثمان ساعات أو من ساعتين لأربع ساعات، غثيان واستفراغ ومغص. لاحظوا انه الاستاف موجود كثير باللحوم، موجوده بالحليب، موجوده بالاغذيه عاليه البروتين، يعني ان جنرال بكل شيء عالي بروتين موجود فيه استاف. اذا بتلاحظوا العوامل التي ادت الى الفاشيه هي ذا سيم، يعني درجات الحراره والطبخ والوقت. برضو في عندي شيء مهم لموضوع الاستاف، اللي بيتذكروا بالجامعة أخذنا أنه الاستاف هي بتكون بكتيريا كثير متواجدة حول الجهاز التنفس أو حول منطقة التنفس بالوجه، يعني حوالين الفم، حوالين الأنف. فأي واحد من العاملين بالغذاء عنده ممارسة لمس الوجه أو أنه لمس وجهه ممكن يكون عليه استاف، ممكن ينقل هذا البكتيريا هاي إلى الغذاء بواسطة يده التي لمست هذا المكان اللي موجود فيه الاستاف على وجهه، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية زي ما حكينا مثل لمس الأنف والبشرة والشعر وغيره. كالسي فيروس اللي هو من 24 ساعة ل 48 ساعة، النوري فيروس هذا مرض سريع الظهور، إذا بتلاحظوا أعراضه كثيرة، استفراغ وإسهال ومغص وآلام بالعضلات، وممكن يكون في عندي ارتفاع في درجات الحرارة بالمأكولات البحرية كثير، القشريات منها
الشخص اللي بينقل المرض هذا لعندي أغلبهم العمال، أو إنه يكون المأكولات البحرية أنا أكلتها من مصادر مياه ملوثة. إذا بتعرفوا عندنا بالأردن هنا بيصيدوا كثير أسماك بالسدود، والسدود مياهها يعني غير آمنة ملوثة، مباشرة بتروح للمستهلك، والمستهلك بممارسات خاطئة في بيته، ما بتتم عمليات التنظيف بشكل جيد، ما بتتم عمليات التعقيم بشكل جيد، فممكن إنه يصير عندي مثل هيك أمراض. الباسيلا السيريس بالمرحلة الثانية اللي هي الدير هيل تايب، من 8 ساعات ل 16 ساعة، برينج 12 ساعة، هذه بتكون بالحبوب والشربات، الخضار، البهارات زي ما حكينا، والتوابل وغيرها، بنفس العوامل التي أدت إلى الفاشية. السلايد اللي بعده، كلوستريديوم بيرفرنجز، من 8 ساعات إلى 22 ساعة، مغص وإسهال. الكلوستريديوم بالذات إذا بتلاحظوا بالنوعين، سواء الكلوستريديوم بيرفندنز ولا الكلوستريديوم لا الكلوستريديوم بتلينيوم، ايش الثاني؟ الكلوستريديوم اذا مغص واسهال موجود باللحوم والدواجن المطهوه. اغلب المسببات ما بدي اظل اكررها، هي من ضمن السلسله نفسها، درجات الحراره او الوقت او طرق الحفظ غير الصحيحه. هذا الجدول فيه كثير من المايكرو أورجانيزم، بهمنا كثير احنا نحكي عن إشريشيا كولاي على سبيل المثال. إشريشيا كولاي هي بكتيريا برازية، إذا وجدت بأي مادة غذائية بتدل على وجود تلوث متبادل ما بين المادة الغذائية والعامل اللي ممكن يكون بيشتغل فيها، تلوث تبادلي ما بين المادة الغذائية والمكان اللي محفوظة فيه هذه المادة الغذائية، إسهال، وممكن يكون إسهال دموي أحياناً، آلام شديدة في البطن، سببه كله عدم وصول الغذاء إلى درجة الحرارة المناسبة أثناء عملية الطبخ، هذه البكتيريا راح تكون بعدها موجودة. سالمونيلا هي بكتيريا معروفة عندنا بالدواجن ومنتجاتها، البيض ولحومها وغيرها. السالمونيلا برضه هي دليل على التلوث، الأدوات المستخدمة غير نظيفة، المواد الغذائية من مصادر ملوثة، درجات الحرارة برضه شيء مهم، وبرضه عن طريق موضوع التلوث التبادلي والطهي غير الكافي. الشيجيلا، هذا الجدول كله نقرأه، كل واحد يقرأ ويشوف شو هي العوامل المسببة، فترات الحضانة والأعراض والعوامل، أهم شيء العوامل التي أدت إلى الفاشية. سلايد رقم 33، ألا شايفين هذا المخطط؟ هذا المخطط هي المعلومات الوبائية الواردة من طريق الاستقصاء الوبائي. فريق الاستقصاء الوبائي، عشان نرجع نذكر، هو الفريق الذي المكون من وزارة الصحة، يقوم بعملية استقصاء وبائي، بيعطينا إيش هي أعداد الحالات، مكان حدوث الفاشية، إيش الأعراض اللي ظهرت على هذول الناس، عشان إحنا نقدر نحكم وين نفتش وعلى إيش نفتش، وشو الإجراء اللي إحنا لازم نتخذه داخل هذه المؤسسة الغذائية. يعني بيحكي لي فريق الاستقصاء الوبائي بأنه عندي مرض، المرض هذا بيحكي لي الشخص المصاب فيه إيش المادة الغذائية اللي أكلها، إيش الأعراض اللي ظهرت عليه، كم فترة الحضانة اللي حتى ظهرت هذه الأعراض، وبناء على العزل اللي بيصير للمرضى أو للعينات اللي بياخذوها من المرضى،
بيحكي لنا فريق الاستقصاء الوبائي عن مسبب المرض اللي عند هذا المريض، وبناء عليه أنا بشتغل كاستقصاء غذائي. سلايد 36 هلا 36 محل السلايد مهندس، لا خطأ السلايد 36 ما هي 36؟ نو انت فاتحة على نفس الشيء اللي انا فاتح عليه مزبوط بلا، هي 36. وين وصلت مراجعة اليوم الاول لا قبل هيك انا لا كمان نيكست 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 ايوه لا ارجعي ايوه خطوات استقصاء الفاشيات لا بس برضه ايوه نيكست سامحونا زملائنا بس لانه كان اليوم الاول شوي راح يكون صعب لانه لازم نستقبل احسن أهمية الاستقصاء الفاشيات أيوة تمام خلاص تمام هو في سلايد قبله بس يمكن مش عندك خلاص مو مشكلة خلاص هذه أيوة تمام أهمية الاستقصاء للفاشيات موضوع الاستقصاء حكينا إنه إحنا كمفتشين أو كناس مهندسين مختصين بالغذاء معنى هذا الكلام إنه أنا بدي أكون قادر على إني أعمل استقصاء غذائي أحدد فيه شو هي المادة الغذائية اللي سببت المرض شو هو العامل المسبب لهذا المرض من وين مصدره إيش العوامل التي ساهمت في بقائه وتضاعفه وزيادته إيش أعمل إجراءات كيف بدي أوقف هذا الموضوع هذا كله يتعلق بموضوع أهمية هذا الاستقصاء إلنا كمفتشين لحصر المرض هذا ومنع انتشاره أو منع زيادته ما بين المستهلكين. الاستقصاء الوبائي اللي بتقوم فيه وزارة الصحة بيحددوا لنا شو المشكلة وشو التشخيص زي ما حكينا هم بياخذوا عينات وبيعزلوها وبيحكوا لنا ايش المشكلة اللي ممكن المريض يعني المعلومات اللي بناخذها من المريض هي اللي احنا بنشتغل عليها. لو نشوف 41 ألا لو سمحتي أو هي خطوات الاستقصاء الغذائي next next no كثير بعدتي يمكن شوي next كمان لو سمحتي انا كمان شوي ايوه نعم يلا تمام هذا موضوع الاستقصاء الغذائي لانه انا ما بدي اتطرق للسلايدات اللي قبل كلهم يتعلقوا بموضوع الاستقصاء الوبائي هذا شغل وزاره الصحه احنا بس بناخذ منه المعلومات عشان نقدر نعمل الاستقصاء الغذائي لاحظوا هذه الخطوات كثير مهمة لازم نحفظها ونشتغل عليها أنا بتواصل مع أعضاء فريق الاستقصاء الوبائي زي ما حكينا وبناخذ كل المعلومات منهم بحضر حالي كمستقصي للغذاء عشان أعرف مسببات الأمراض بشتغل عليها وبجهز حالي بروح بكشف موجه للمنشأة الغذائية عارف على إيش بدي أفتش قبل ما أروح كيف من خلال الاستقصاء الوبائي اللي أنا زودوني في وزارة الصحة لما بيحكوا لي في عندي عزل لسالمونيلا عزل لشيجيلا عزل لشيشيا كولاي إيش نوع الميكروب أنا مباشرة كمفتش بحرك ذهني وين المادة الغذائية اللي أنا بدي أروح أشوفها إيش الممارسة
اللي ممكن تكون من العاملين أو بالتداول بالمادة الغذائية داخل المنشأة الغذائية، إيش هي هذه الممارسة اللي أنا رايح عليه أشوفها، إيش الإجراء اللي أنا فوراً لازم أعمله بس أوصل المؤسسة الغذائية، إيش العينات اللي أنا لازم أجمعها لغايات الفحص المخبري. طبعاً بيكون هذا الموضوع بالتنسيق مع المختبرات، بفنيين المختبر اللي موجودين عندنا، إيش لازم أعمل على هذه المؤسسة الغذائية، هل هو وقف فوري لخط إنتاج معين فيها ولا إغلاقها كاملاً بالشمع الأحمر. في نهاية هذا الموضوع كاملاً وخصوصاً بعد ظهور النتائج المخبرية، أنا بعمل تقرير نهائي بالفاشية اللي صارت عندي، بالحدث اللي صار عندي، إيش المعلومات اللي وصلتني، إيش أنا عملت، إيش النتائج النهائية. هذا ملخص سريع لإيش إحنا بنشتغل في الاستقصاء الغذائي. طيب، ما بدنا التواصل مع أعضاء الفريق؟ ألا اللي بعديه لو سمحتي، هاي الأدوات اللي أنا بروح بشتغل فيها داخل الميدان عشان أروح أزور مؤسسة غذائية، بدي أتأكد من إنه يكون في عندنا ثلاجات تبريد وتجميد، عبوات معقمة محكمة الإغلاق بأحجام مختلفة، أدوات خاصة بجمع العينات لازم تكون مع فريق الاستقصاء الغذائي. مو أحكي لصاحب المنشأة الغذائية لو سمحت أعطيني علبة من عندك بدي أخذ عينة حمص، ولا أحكي له والله قص لي من سيخ الشاورما هذا وعبي لي إياهم بصحن الفلين أو صحن البوليستر هذا اللي عندك بحيث إنه أنا أخذه للمختبر. لا، إحنا بيكون في عندنا أدوات خاصة بجمع العينات، لأنه أنا بيهمني المادة الغذائية شو هي وشو عليها، فيها عليها مشاكل عشان أقدر أميز. ما بدي تروح العينات على المختبر بعبوات وأدوات خاصة من عند المنشأة الغذائية، كل الشغل بيكون من عندي، أوراق لاصقة، ميزان، قرطاسية، الدفاتر اللي إحنا بنشتغل عليها بالمؤسسة العام للغذاء والدواء. هذا كلمة نموذج إشعار سلبيات صحية، يعني تقريبا وقفنا شغل عنه، صار عندنا الشيء المعتمد اللي هو ضبط التفتيش، عندي جمع العينات والإتلاف وحجز المواد الغذائية والإيقاف عن العمل والإغلاق التحفظي. هذه النماذج اللي احنا بنشتغل عليها بالغذاء والدواء. الكشف الموجه، شو يعني كشف موجه على المؤسسة الغذائية؟ أنا بدخل للمؤسسة الغذائية، أهم خطوة عندي إنه يكون في عندي شخص مسؤول أحكي معه، ما بحكي مع العاملين ولا بحكي مع الشخص الغير مسؤول اللي أنا ما بعرفه مين هو، ممكن يكون زبون. لا، أنا بطلب الشخص المسؤول داخل المؤسسة الغذائية عشان يرافقني بالجولة اللي أنا بدي أقوم فيها داخل هذه المؤسسة، عشان يشوف بعينه إيش الأخطاء اللي تكون داخل مؤسسته، وإيش الإجراء التصحيحي اللي ممكن يصير عليها، وإيش الإجراء اللي ممكن أنا أعمله كمفتش عنده، يكون هو على بينة إيش يعني بخطوة بخطوة. أنا بفتش داخل المؤسسة الغذائية، حكينا بشكل موجه على الشيء اللي أنا متأكد منه إنه ممكن يكون هو مسبب للفاشية أو مسبب للمرض. إذا كنت أنا متأكد بإنه عندي ستافيلوكوكاس أوريوس مثلا على سبيل المثال، بالعزل بالاستقصاء الوبائي اللي أجاني من وزارة الصحة مباشرة، بيكون كشفي موجه بداية للعاملين. تعال يا أحد العاملين، بكشف، بقول له تعال معك شهادة صحية، طبعا كل العاملين لازم يكون معهم شهادات صحة، نظافته الشخصية، تقليم الأظافر، الشعر الطويل، يكون العامل لابس حلقات معدنية حول الأصبع، حول الرسغ أثناء العمل، هذا العامل مصاب بجروح، هذا العامل مصاب بتقرحات جلدية، هذا العامل مصاب بإنفلونزا أو أعراض تحسس معينة، هذا العامل مش ملتزم بلباس العمل اللي خاص فيه، هذا العامل رائحته غير مقبولة، سواء كانت رائحة عرق، سواء كانت المهم رائحة غير نظيفة أو غير مقبولة. ممكن يكون العامل راش عطر،
والعطر من الروائح المستصاغة لنا، لكن هو بالغذاء ممنوع يكون موجود. فهذا العامل بكشف عليه كاملا بكل شيء يتعلق فيه، حتى بممارساته الشخصية أو ممارساته الصحية أثناء التداول بالغذاء. إذا تكون عيني سريعة إنه أنا أشوفه، إذا بحك أنفه، إذا بحك شعره أثناء عملية التداول بالغذاء. إذا كان كشفي موجه لسالمونيلا، فورا بروح بشوف الدواجن ومنتجاتها داخل هذه المنشأة الغذائية، كيف تتم عملية تخزينها، كيف بتتم عملية التداول فيها، من إذابة، من تقطيع، من تتبيل، من مكان التقطيع والتتبيل والتحضير، مبرد غير مبرد. هذه الأشياء كلها موجهة لشيء معين داخل المؤسسة الغذائية، بناء عليه عشان يعني أنا بوجه هذا الكشف عشان أقدر أحدد ما هي سبب الفاشية اللي صارت عندي، وبس أتأكد من وجود المسبب مباشرة لازم أتخذ الإجراءات المناسبة. أحيانا بيكون توجهي نحو مادة أولية داخل هذه المؤسسة الغذائية، المادة الأولية هاي لازم أعرف من وين صاحب المنشأة الغذائية اشتراها، بفواتير رسمية، مصدرها آمن، هل هي برضو بفحص الفحص الحسي إلها آمنة، فحص الحسي للمادة الغذائية بشتى أنواع المواد الغذائية. إحنا بنفحص المادة الغذائية حسيا من خلال العين والأنف واللسان والجلد والأذن، يعني إحنا بنستعمل حواسنا الخمسة في الفحص الحسي للمادة الغذائية. المادة الغذائية بده يكون لونها طبيعي، بده يكون رائحتها طبيعية، بده يكون طعمها مستساغ، بده يكون قوامها اللي هو القوام الحقيقي إلها قوامها مناسب يعني بما معناه. هذه الأشياء كلها لازم تكون على المادة الغذائية. أي اختلاف عن الطبيعي فيها هي أحد علامات الفساد، وأنا لازم أبحث سبب الفساد وأحدد مصدره بناء عليه عشان أقدر أحكم إنه هنا سبب الفاشية أو لا. هذا كله هو ما يلخص معنى الكشف الموجه على المنشأة الغذائية. يعني أنا ما بدي أروح عند صاحب المنشأة الغذائية وأوصل للمدير وأجي للمدير وأحكي له لو سمحت هون ما في مصيدة حشرات، ما بدي أجي أحكي لصاحب المنشأة الغذائية لو سمحت هاي الطاولة ستانلس كويسة بس لو تجيبها رخامية أحسن، أنا رايح أعمل له تثقيف صحي. لا، أنا كشفي موجه للبحث عن مسبب المرض عشان أنا أقدر أحدد هذا المسبب وأوقفه وأمنع انتشاره، وأقدر أحدد شو الإجراء اللي لازم أعمله لهذه المنشأة الغذائية وإيش هي المادة الغذائية اللي لازم أنا بدي أجمع منها عينة، إيش العينة اللي لازم أرسلها للمختبر. بنروح لجمع العينات. السلايد اللي بعده علاء لو سمحتي. طبعا كثير من المفتشين عندنا بيروح بيعمل استقصاء غذائي في بعض الأحيان، بياخذ عينات من المنتجات الغذائية الموجودة داخل المنشأة الغذائية. هذا الشيء مش غلط، هو صح، لكن كثير بهمنا إذا كانت المادة الغذائية التي ذكرت في الاستقصاء الوبائي موجود منها داخل المنشأة الغذائية، حتى لو كانت بقايا منها، يعني كثير ممتاز إن نجمع منها عينة عشان نقدر نحدد المسبب موجود فيها أو لا. كثير من نركز على موضوع المكونات الأولية لهذا المادة الغذائية. إذا كانت مادة غذائية جاهزة، يعني إيش البهارات اللي أنت استخدمتها يا صاحب العلاقة، إيش الزيت اللي أنت استخدمته، إيش المادة الأساسية اللي أنت استخدمتها، هل في مواد حافظة ولا ما في مواد حافظة، هل في مواد مضافة ملونة ولا ما في مواد مضافة ملونة، يعني إيش أنت استخدمت مع المادة الأساسية من مضافات. أنا كله بتبع له وبشوف مصدره، وهل هو آمن ولا لا، وهل هو ممكن يكون مصدر للمرض أو للفاشي أو لا. ممكن يكون عندي شخص يحكي بالاستقصاء الوبائي بأنه أنا
أكلت سلطة، ما أكلت غير السلطة بالمطعم، وهذول الخمس أشخاص اللي أكلوا سلطة كلهم ظهرت عليهم أعراض تسمم، بس السلطة عفوا بالاستقصاء الوبائي بيحكوا لي إنه إحنا عزلنا العينات البرازية من المرضى ولقينا فيها سالمونيلا، والسلطة ما فيها سالمونيلا. لازم أبحث عن المصدر اللي ممكن وصل السالمونيلا لهذه السلطة. أكيد بده يكون في عندي كروس كونتاميناشن ما بين السلطة ومادة غذائية تحتوي على السالمونيلا، سواء بيض، سواء لحوم دواجن إلى آخره، مخزنات بطريقة خاطئة، بطريقة يعني بطريقة خاطئة بكل الطرق، مكشوفة بجانب بعضها البعض، ممكن الدواجن من فوق والسلطة من تحت، يعني بأكثر من طريقة أدت إلى وصول السالمونيلا للسلطة اللي هي بالأصل ريدي تو إيت، ما راح يصير عليها عمليات حرارية أو معاملة حرارية عشان أنا ممكن إني أقضي على هذا السالمونيلا. لازم أعرف وين المشكلة عندي، وإذا كانت المشكلة عندي بنوع بكتيريا معين مش موجود بهذا الغذاء، لازم أبحث عن مواد غذائية أخرى ممكن تكون ارتبطت بنوع هذا الغذاء عن طريق التلوث التبادلي. وأنا بالكشف الميداني أنا متأكد بأنه السالمونيلا هي بالدواجن والبيض، بس أنا وأثناء عملية الكشف أو الاستقصاء، خلينا نضل نحكي جملة الاستقصاء الغذائي، أثناء عملية الاستقصاء الغذائي وجدت داخل هذه المنشأة الغذائية أنواع أخرى من الغذاء تظهر عليها علامات فساد. ظهور علامات الفساد على أنواع أخرى من الغذاء لازم أعمل فيها إجراء، حتى لو ما كانت هذه المواد هي اللي بتكون مسبب لأعراض التسمم. العينات اللي أنا بدي أخذها ضروري جدا أذكر معلوماتها بشكل واضح على نموذج جمع العينات بنفس السلايد. خلينا لا تمام، المعلومات لازم أخذها، يعني بدنا نزيد عليها حتى أشياء ثانية، اسم المادة الغذائية نصا زي ما هو معروف عندنا بالتداول العام، يعني إذا أخذت من عنده سلطة تبولة بدي أكتب سلطة تبولة مبردة، إذا أخذت من عنده دواجن مقطعة متبلة مبردة لازم أكتب دواجن مقطعة متبلة مبردة، إذا أخذتها فروزن لازم أكتبها فروزن. إيش الصفة اللي بأخذ فيها المادة الغذائية لازم أكتبها بنموذج العينات. إيش الطبيعة اللي للمنتج الغذائي أو المادة الغذائية اللي أنا أخذتها كما هي بطبيعتها زي ما أنا أخذتها نصا بكتبها بمسماها، يعني اسم المادة الغذائية مش دجاج، لا أنا ما أخذت دجاج، أنا أخذت دجاج مقطع متبل أو دجاج مقطع أو دجاج حب، يعني زي ما هي الدجاجة كاملة زي ما هي أخذتها بكتب دجاج حب كامل، يعني بنفس الصفة اللي أنا أخذت فيها المادة الغذائية. هذا ضروري جدا عشان إحنا نقدر النتيجة المخبرية لما تطلع نعرف أسباب الفاشية اللي ممكن تصير عندي. لازم نكتب المكان اللي أخذنا منه هذه العينة نصا، مطعم عبد اللطيف الكائن في إربد، الكائن في قرية كذا، الشارع كذا بجانب كذا، يعني لازم أكتب كامل المعلومات عن المكان اللي جمعنا منه العينة. ضروري جدا نكتب تاريخ جمع العينة والوقت الذي جمعت فيه العينة، يعني 1/8/2020 21 الساعة 5 مساءً، عشان لما توصل على المختبر يستلمها ويكتب وصلت العينات الساعة 5:30 مساء، والمختبر طبعا عنده إجراءاته، بيكتب كيف وصلت العينة، إذا مبردة هل وصلت مبردة صح أو لا، إذا مجمدة هل وصلت مجمدة أو لا، وهكذا. لازم نكتب تاريخ إنتاج المادة الغذائية إن وجد عليها، يعني في معلومات على بطاقة البيان ممكن إحنا نجمع مواد غذائية معلبة، ممكن نجمع مواد غذائية ضمن باكيت، هذا المنتج لازم أكتب كل المعلومات عليه، منشأه، تاريخ إنتاجه وانتهائه، الباتش نمبر الخاص فيه، لازم أكتب كل معلوماته، لازم أكتب اسمه التجاري،
كل شيء يتعلق فيه لازم أكتب على نموذج العينة. بالنهاية أنا بدي أكتب اسمي أنا كشخص، مين اللي جمع العينات، والغايات من جمع العينة. يعني الغايات من جمع العينة، أنا ما بجمع عينة لغايات أرخص، ولا بجمع عينة لغايات الرصد، ولا بجمع عينة عشان أنا والله أكتشف إذا فيها سالمونيلا أو لا. لا، أنا بجمع عينة بناء على اشتباه حالات تسمم لرصد الوبائيات اللي موجودة، أو لرصد الميكروبات الموجودة بهذا المنتج، بهاي المادة الغذائية بشكل كامل، عشان المختبر لما يفحص عندي فحص ميكروبي يفحص جميع أنواع الميكروبات داخل هذه المادة الغذائية. فأنا بحكي له ضروري جدا هذه العبارة: جمعت العينات لوجود اشتباه حالات تسمم. فكل العينات اللي بكتبها لازم المختبر يفحصها فحص كامل، وخصوصا الفحص الميكرو. التواصل مع ضباط الارتباط المعنيين. السلايد اللي بعده علاء. ضابط الارتباط هو مديري، الشخص المسؤول عني بشكل مباشر. ضابط الارتباط هو الفاحص أو الفني داخل المختبر. ضابط الارتباط هو طبيب الصحة اللي عمل الاستقصاء الوبائي. هذولا أنا الثلاث لازم أتعامل معاهم كضباط ارتباط موجودين، بحيث إنه أنا أقدر أوصل لهم المعلومة، أو أوصل لهم الكشف أو الاستقصاء الغذائي اللي أنا عملته. شو هو؟ شو لقيت؟ شو جمعت عينات؟ شو الإجراءات اللي أنا عملتها؟ التنسيق مع مختبرات الغذاء، المتابعة والتنسيق مع باقي أعضاء فريق الاستجابة السريعة، هذول حكيناهم. بالنهاية بنعمل شيء اسمه تقرير نهائي، زي ما حكينا سابقا. التقرير النهائي بكون ذكرت فيه كل المعلومات، إيش الخطوات اللي أنا اشتغلت فيها من لحظة وصول المعلومة من فرق الاستقصاء الوبائي لحين ما أنا قاعد بكتب بالتقرير النهائي، من نتائج، من كشوفات وإلى آخره، كله بكتبه كاملا. بس طبعا ما بكون لحالي، بكون أنا مع فريق الاستقصاء الغذائي اللي قمنا بعملية الاستقصاء الغذائي. أيوة، نيجي على الإجراءات الوقائية والرقابية اللي إحنا بنشتغل فيها على المنشآت الغذائية. لاحظوا، أول إجراء إحنا بنعمله هو إغلاق المنشأة الغذائية المرتبطة وبائيا بالفاشية. عبد اللطيف بيروح بيعمل استقصاء غذائي لمنشأة غذائية سين، وبيحكوا له انه في عنده 15 حالة تسمم موجودين بالمستشفى، والطبيب عمل لهم عزل لعيناتهم، وعندهم مشكلة بكتيرية صادرة عن نوع معين من الغذاء اخذوه من المكان الفلاني، وكلهم اجمعوا على انهم اكلوا من هذا المكان نفسه، واكلوا من نفس المادة الغذائية. إذا عبد اللطيف فورا أول إجراء لازم يعمله بس يوصل المنشأة الغذائية، لازم يعمل وقف فوري لعملية التداول داخلها بالمادة الغذائية. يعني ممنوع تتم عملية البيع، وقف فوري لعملية البيع بعد عملية الاستقصاء الغذائي واكتشاف مسببات المرض وإيش اللي ممكن يكون عمل لي المشكلة. فورا عبد اللطيف لازم يعمل اغلاق بالشمع الاحمر لهذه المنشاه لحين ظهور النتائج وعمل التقرير النهائي، وهل هذه المنشاه الغذائيه مرتبطه مع هذا التسمم ام لا، بناء على التقارير المخبريه والكشف الذي تم. ما عبد اللطيف بيقدر يترك هذه المنشاه الغذائيه تشتغل وتكمل شغلها وتزيد عندي أعداد حالات التسمم، والله لأنه عبد اللطيف ما قدر أو ما تمكن من إنه يحدد مسبب المرض، أو عبد اللطيف ما وجد مسبب للمرض داخل هذه المنشأة الغذائية. حتى ولو إحنا بنغلق المنشأة الغذائية احترازيا، خوفا من إنه أنا إذا ما قدرتش أحدد مسبب المرض، إنه مسبب المرض يكون موجود أصلا بس أنا ما قدرت أحدده، لكن بسبب وجوده أنا لازم أوقف هذه المنشأة وأغلقها بالشمع الأحمر، بحيث أمنع انتشار هذا المسبب وزيادة أعداد الحالات اللي ممكن تزيد عندي إذا ظلت هذه المنشأة الغذائية عاملة.
لكن في بعض المنشآت الغذائية بتكون على سبيل المثال مصنع، مش شرط تكون مطعم أو محل حلو أو مخبز أو إلى آخره، بيكون في عنده خطوط إنتاج منفصلة عن بعضها تماما، في صالات الإنتاج منفصلة عن بعضها تماما، وعندنا المشكلة بنوع معين من أنواع الإنتاج داخل هذا المصنع. أنا ما بعمل إغلاق لكل المصنع بالشم الأحمر، لا، أنا بعمل إيقاف عن العمل لخط الإنتاج هذا، ممنوع يشتغل بخط الإنتاج هذا كونه هذا الخط عمل عندي مشكلة فاشية مرض. لازم أنا أتبع عندك يا صاحب العلاقة يا صاحب المصنع إيش المشكلة اللي عندك، ونظل موقفين عن هذا الخط لحين ما نكتب التقرير النهائي وتكون النتائج طلعت، وبناء عليه بنسمح لك تشتغل بهذا الخط، أو بنعيد تقييمك وبناخذ عينات المرة الثانية وإلى آخره حتى نسمح لك تشتغل في مرة ثانية. أي مادة غذائية داخل المنشأة الغذائية أنا بشك فيها بأنها ممكن تكون مسبب للمرض، أو هي يعني هي مسبب للمرض أو حاملة لمسبب المرض، أنا فورا بتلف هذه المادة الغذائية. طريقة الإتلاف يجب أن تكون بطريقة آمنة يمنع استخدامها ما بعدها، وطريقة تتلف المادة الغذائية، يعني يفضل إضافة مواد كيماوية والتخلص منها بحاويات النفايات الخاصة بالأمانة أو البلدية بطريقة آمنة. حكينا عن موضوع التوعية والاستشارات وإلى آخره. إذا لقيت أنا أحد المصابين، أحد العمال مصاب، راح نيجي بعدين على فقرة من أو على جزئية من المحاضرات نحكي فقط عن العاملين، خليها لما نوصل لعندها بيكون أحسن، لأنه راح نحكي عن العامل المصاب بالجهاز التنفسي إيش نعمل له، اللي عنده جروح إيش نعمل له، اللي عنده تقرحات جلدية إيش نعمل له، العامل اللي غير نظيف إيش نعمل له، يعني كل واحد له إجراء معين لازم نتخذه معه. بعد ما أخلص أنا هذه الإجراءات لازم أبلغ ضباط الارتباط وأحكي لهم إيش صار معاي وإيش الإجراء اللي أنا عملته. ليش نستفيد من موضوع العينات؟ هذا إشي not important. طبعا في شيء واحد بس بهمنا بجمع العينة، ضروري جدا إنه العينة تكون ممثلة لإيش أنا بجمع، يعني العينة هاي بتمثل لي جميع أنواع الدواجن التي يتم تداولها داخل هذه المؤسسة الغذائية. إذا عنده أكثر من نوع دواجن أو أكثر من تحضير للدواجن، إذا أخذت أنا من صنف واحد يعني ما هي الإجراءات التي تتم داخل هذه المنشأة الغذائية، راح تتم على كل أنواع الدواجن. مش أنا إذا لقيت عند هذا الشخص بيعمل على سبيل المثال شاورما وبروستد ودجاج شواية ودجاج على الفحم، وأجي أنا أحكي له بدي أجمع عينة من هاي ومن هاي ومن هاي ومن هاي، لا، أنا بجمع من نوع واحد وهو ممثل لجميع أنواع الدواجن اللي موجودة داخل هذه المنشأة الغذائية من عمليات التحضير والتتبيل والتقطيع وغيرها. أنا مهمني إنه العينة تكون ممثلة بشكل واضح داخل المنشأة الغذائية. حجم العينات اللي إحنا بدنا ناخده، إحنا بالفحوصات المخبرية عادة بنجمع 3 سامبل من كل نوع معين من المادة الغذائية. يعني إذا أنا بدي أخذ سلطة whatever إيش ما كان نوعها، لازم أخذ 3 عبوات، لأنه بالفحص المخبري بيتم الفحص عندنا على 3 جزئيات. الجزئية الأولى إحنا بنعمل فحص حسي للمادة الغذائية بواسطة فنيين خاصين داخل مختبراتنا. الفحص الثاني هو فحص مايكروبي. أكيد مستحيل أسمح بأنه العضو يتم فتحها داخل المختبر الفحص الحسي، بعد ما تنفتح ويشوفوها الفنيين أودي العلبة وهي مفتوحة للفحص المايكروبي. الكل بيعرف أنتم كزملائنا وفنيين وما شاء الله عليكم، أكيد هذا الموضوع خطأ، لأنه أنا أصلاً هيك أوريدي البكتيريا كلها
وصلت للمادة الغذائية بالفحص الميكروبي راح ترسب. فإحنا بناخذ 3 عينات مغلق، محكمات الإغلاق، مذكور على كل عين المعلومات اللي أنا كتبتها على نموذج العينات عشان ما تضيع داخل المكتبة. الفحص الحسي بياخذ عبوة، الفحص الميكروبي بياخذ عضوة، العضوة الثالثة بتروح للفحص الكيميائي إذا تحتاج المادة الغذائية إلى فحص كيميائي. يعني ممكن يكون عندي أنا فاشية المرض أو مسبب المرض مادة كيميائية وصلت للمادة الغذائية. مادة كيميائية هي عبارة عن مادة منظفة، أو هي عبارة عن مبيد حشري، أو هي عبارة عن سموم قوارض وحشرات. إيش ما كانت هذه المادة لازم يتم فحصها كيميائيا. إحنا بنأخذ عدد العبوات أو حجمها، عدد العبوات الأول، عدد العينات لازم تكون 3 عينات من كل نوع مادة غذائية أنا بجمعه من المنشأة الغذائية. طيب حجم العينة، إحنا بتعليمات جمع العينات يجب أن تكون العينة الصلبة لا تقل عن 500 جرام، والعينة السائلة لا تقل عن 500 مل، يعني نص كيلو جرام للمادة الصلبة ونص لتر للمادة السائلة، بحيث لا تقل عن ذلك. 3 عينات يعني 3.5 كيلو من المادة الصلبة مقسمة على 3 عبوات، والمادة السائلة لتر ونص مقسمة على 3 عبوات بالتساوي. هذا بالنسبة لحجم العينة وعددها. العينة اللي أنا بدي أجمعها يجب أن تنقل إلى المختبر من المؤسسة الغذائية بحالتها اللي أنا جمعتها فيها، يعني المادة الغذائية المبردة يجب أن تنقل إلى المختبر وهي مبردة، يعني لازم يكون معي آيس بوكس بحافظ على درجة حرارة المنتج كما كان داخل المنشأة الغذائية. درجة حرارة التبريد من 2 ل 4، من 2 ل 5، يجب أن تنقل المادة الغذائية مبردة من المنشأة الغذائية إلى المختبر، وتوصل المختبر وفني الاستلام بالمختبر يستلمها مبردة. المادة الغذائية المجمدة يجب أن تصل المختبر مجمدة، يعني أنا بدي يكون ظروف النقل إلها ظروف مجمدة. المادة الغذائية الجافة ما عندنا مشكلة لو وصلت المختبر، المهم انها تكون محكمة الاغلاق وما فيها اي تلوث خارجي ممكن انه يوصلها. يعني حتى لو كانت المادة جافة ما بجيب انا كيس رز او كيس طحين او الى اخره وبحطه بصندوق السيارة تبعت الغذاء والدواء من ورا وبقول يلا والله على المختبر، طبعا لا، لازم احافظ عليه، احطه بكيس معين، اسكره واعمل اغلاق، احكام اغلاق له بحيث يوصل المختبر محكم الإغلاق. هذا بالنسبة للمادة الجافة. حجم العينات حكينا، طرق، طبعا أدوات زي ما حكينا قبل، أدوات جمع العينات هي أدوات خاصة بالشخص اللي بده يجمع العينة، يعني الشخص هو نفسه لازم يكون معه سكين، الشخص هو نفسه لازم يكون معه الملعقة، الشخص هو نفسه لازم يكون معه العبوات، الشخص هو نفسه اللي لازم يكون معه الآيس بوكس، الشخص هو نفسه اللي لازم معه يكون القرطاسية اللي هي الستيكر والمعلومات اللي مكتوبها على العينة، وهو الذي يجمع العينة، يلبس جلافزه، يلبس كمامته، يلبس غطاء الرأس الهيرمت تبعته، ويجمع العينة كأنه موظف داخل المنشأة الغذائية، ومباشرة يحفظ العينة بالطريقة التي يجب أن تكون محفوظة بها وينقلها مباشرة إلى المختبر. طبعا إذا شايفين أنتم ممكن يكون النقل عن طريق أكياس معقمة مع سحاب خاص بها أو عبوات معقمة محكمة الإغلاق وإلى آخره. لازم يكون في عندي ثلج، معقمات أيدي وإلى آخره. أدوات جمع العينات إذا بتشوفوا بالصورة نيكست، لا ايوه شايفين هاي مثلا صوره على سبيل المثال مع نموذج لطلب فحص عينات مخبريه، عندي جلافز وكمامه، هاي عبوات، هاي سكاكين، معقمات، ملاعق، ميزان حراره، ايس بوكس، يعني هاي الاشياء اللي لازم تكون مع
فريق الاستقصاء الغذائي عشان يقدروا يجمعوا عينات من المواد الغذائية اللي ممكن هم يشكوا فيها إنها مصدر للمرض أو للفاشي اللي صارت. هذا كله شرحناه، طرق أخذ العينات، ما هي العينات الواجب جمعها. السلايد أيوة تمام. على شوفوا حكينا احنا قبل شوي على فكرة انه احنا اذا كان في عندنا بالامكان ان نجمع من بقايا المادة الغذائية المشتبه فيها او الوجبة نفسها اللي تناول منها المصاب، هذا بيكون اشي كثير ممتاز. المكونات الاولية، المواد الغذائية ارتبطت بالفاشية والى اخره. هاي شوفوا صور مثلا ل نكست الا لو سمحتي تو سلايدز كمان واحد. ايوه يعني هذه وجبة برجر مع البطاطا، شايفينها كيف؟ هذه بقايا وجبة أكلها زبون. الصورة اللي تحتيها إذا بتشوفوها هي مواد أولية إذا تدخل بعملية التحضير، أنا بقدر أجمع منها عينات. طبعا حكيناها قبل شوي بشكل عام إنه أنا بدي أتعامل مع المادة الغذائية كأني عامل داخل المنشأة الغذائية، يعني أنا بدي أجمع العينة بإيدي، بدي أجمع العينة بأدواتي، وأنا اللي راح أنقل العينة للمختبر، ما راح أسمح لأي تدخل من أصحاب المنشأة الغذائية بأنهم يتدخلوا بهذه العينة، يعني أنا اللي راح أغسل إيدي وأنا اللي ألبس القفازات وأنا اللي أقطع وأنا اللي أجمع بملاعقي بعبواتي وإلى آخره. بحيث إنه أنا أضمن إنه مسبب المرض يوصل كما هو، يعني ما اخلي مسبب المرض زاد بسبب العامل او زاد بسبب عبوة المنشأة الغذائية. ألا بدك تعطيهم بريك لزملائنا؟ ألا معي؟ بس انا بفضل انه نستكمل لانه الساعة 6:15 وأنا هيك هيك لازم أنهي جلسة على 6:45، اوكي فعلى 6:30 بدنا نفتح المجال لزملائنا لاستقبال اوكي المشاركات وأسئلتهم. اوكي تمام. هلا بس الا بدي منك شغله، السلايدات اللي بعد العينات اخر شيء نموذج طلب فحص عينات مواد غذائيه، اتوقع سلايد 80 81 هيك شيء. نكست 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 نكست. لا هو راح تلاقيه نموذج. نموذج next 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 yes yes okay. شايفين هذا النموذج؟ أنا بالمادة الغذائية هنا لازم أكتب اسمها زي ما اتفقنا نصا كما أنا بجمعها، يعني ما أكتبها معممة، لازم أكتبها حرفيا وتفصيليا ما هي المادة الغذائية، إيش العبو اللي أنا عبيت فيها. هذه العلامة التجارية إذا كانت المادة الغذائية اللي أنا جمعتها إلها علامة تجارية بذكرها، إذا كان إلها مصنع منتج بذكره، ما هو بلد المنشأ ضروري نكتبه، رقم التشغيلة، تاريخ الإنتاج والانتهاء، وعدد وحدات العينة اللي أنا جمعتها، ووزن كل عينة مضروب في حجم كل عينة، أو يعني وزنها مع أو حجمها مضروب بعددها، يعني إذا جمعت 3 عينات ضرب نص كيلو جرام بكتب بآخر عمود 3 ضرب نص كيلو جرام، تاريخ وساعة جمع العينة، كيف أنا أرسلتها، متى وصلتها للمختبر، من وين أخذتها، العنوان اللي أخذتها منه، وإيش بكلمة ملاحظات أنا بكتب هنا ليش جمعت هذه العينات. أخذت العينات لوجود اشتباه حالات تسمم غذائي ونقطة بس، خلص هم بيعرفوا بالمختبر شو بدهم يشتغلوا. ما بفتي أنا كمفتش بعمل استقصاء غذائي، ما بكتب له أنا والله للتحري عن السالمونيلا، أو ما بكتب له للتحري عن وجود فطريات، ما بكتب له هذا الشيء، أنا بكتب له وجود اشتباه حالات تسمم نقطة. هو بده يعمل فحوصات كاملة لهاي المواد الغذائية اللي أنا جمعتها بهذا النموذج. تبليغ وشروط أخذ العينات. هذول هيك 86 سلايد أو خلصوا أتوقع عندك صح؟
يس احنا هيك تقريبا خلصنا تمام خلص، لعند دراسة الحالة تمام، نايس كثير. يعني اعمل هون ستوب يس هنا عشان نكمل بكرة من هون. ان شاء الله.